راك محتاج لهم بزاف. كما تعلمون أن الإمارات دولة جديدة، ولكن الأرض فيها الإمارات دولة قديمة منذ إذ بدأ الخلق. ويقول العلماء أن تلك الأمطار اللي كنشوفوا فيها دابا مستحيل تكون في ديك الأرض، لأن ديك الأرض معروفة أنها أرض جفاف. هذا ما ذكرنا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ لهذه الأحداث وقال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فهذا الحديث عزيز المشاهد بوحده يكفيك أنك تضبط نفسك وترجع لله سبحانه وتعالى. لذلك أنت أختي أش كتسني باش ما ديريش الحجاب ديالك وتوضبي على الصلاة وتحاولي ما أمكن تبعدي من دوك الأفكار الخبيثة. وكما كتعرفوا أنا هنا ماشي على المشاهدات ولا تبع تريند، أنا كنحاول ما أمكن نذكرك فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تخيل معي أن الله سبحانه وتعالى قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. النظف 2007 أكدت أن انشقاق القمر موجود. فبعض الناس يظنون أن هذه الأمطار خير من الله، رغم أنها أدت إلى خسائر كثيرة، خصوصا في سلطنة عمان ماتوا الناس. لدرجة ولات تطبق السنة ديال صلوا في رحالكم. كما كتعرف أن الأمطار والريح جند من جنود الله، والله سبحانه وتعالى من واحد القوم تيتغاو تينصلى تيذكروا بها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما كتعرفوا أن الإمارات دولة مسلمة وأكثريتها مسلمين وفيها ناس محافظين، لكن الذين يحكمونها مالكم على هذه الحالة؟ هل بيت الإبراهيمي؟ هل المعابد اليهودية؟ هل المعابد البوذية؟ الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام تقاتلوا باش يحيدوا الكفر ويحيدوا الشرك من بلاد العرب، انتم رديتوا لها الشرك. هذا الكلام يا عزيز المشاهد راه إماراتيين متفقين معايا فيه، لأن دوك الناس طغوا بزاف. كما تعلمون أن السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث هل يوجد خبث أكبر من الشرك؟ وأنا هنا لا أتشمت بأحد. فهذه آيات الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا عرب أفيقوا، هادشي اللي كنشوفوه في بلدان العرب راه كنا كنشوفوه عند الكفرة من أعاصير وفيضانات والعياذ بالله. كما كتعرفوا أن هاد الآيات من الله راه لا توقظ إلا القلوب السليمة. الغافل راه مخليه الله سبحانه وتعالى في غفلته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الله سبحانه وتعالى صرح بهذا فقال: كذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك من وجهه. فسألته السيدة عائشة: أليس الغمام من الخير؟ فقال لها: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب أقوام بالريح والمطر والعياذ بالله، وهذا الذي يقع من أشراط الساعة وليس خير كما يظن البعض. وأسأل الله أن يرحم الشهداء لأن الغريق شهيد.